ربانية عجيبة هتذلك التجاعيد المستحيلة والعنيدة فورا، حابة يغفل عنها الجميع لكنها فيها السر لإزالة التجاعيد ولتفتيح البشرة، هتخليكي بنوتة صغيرة بشرة بيضة بدون هالات سوداء وبدون تجاعيد وبدون سواد للأبد. اوعي تعدي الفيديو ده بجد، لو عديتيها هتندمي ندى عمرك. السر في الحياة وحبايبي عاملين ايه، يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مية من قناة وصفات سحرية مع مية. النهاردة جايبالك سر حصري مش هتلاقيه غير عند مية وبس، سر في مكون كلنا بنجهل عنه لانه فيه الفايده الرهيبه جدا لشد الوجه وازاله التجاعيد ولتفتيح البشره. بجد المكون ده كنز للنساء، واوعي ما تجربيش الوصفه دي لانها كنز ليكي، هتخليكي شباب دائم، بشره مشدوده بيضه زي القشطه بدون اي تجاعيد وبدون هالات سوداء وبدون خطوط تحت العينين. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا حبيبتي. هنعملها ان احنا هعرفكم الاول على الحبة السحرية بتاعتي، ودي لو مش متوفرة عندك هتجيبيها وسعرها رخيص واحنا بنستخدمها دايما. بس بجد انا يعني اتفاجئت لما عرفت المفعول السحري بتاعها لشد الوجه وازالة التجاعيد، وانها بتدخل في اكبر واعلى واغلى مستحضرات التجميل الاوريجينال. كل اللي انت هتعمليها تجيبي الفول السوداني اللي احنا بنتسلى بيه وبناكله دايما، ده ليه فايده فظيعه لشد الوجه وازاله التجاعيد وتفتيح لون البشره والهالات. كل اللي انت هتعمليه حبيبه قلبي، اهم حاجه ان احنا الفول السوداني اللي هنجيبه لازم ما يكونش محمص عشان الفايده بتاعته ما تروحش، يعني هتجيبيه ني مش متحمص، تمام؟ سواء هتجيبيه زي ما انا جايباه كده او هتجيبيه متقشر، بس اهم حاجه ان انت تضمني حسن تخزينه وكمان ما يكونش متحمص. هنبدأ ان احنا نجيب معلقة من الفول السوداني، بس زي ما قلت لكم لازم يكونش متحمص، يكون ني بالشكل ده. وهتبدأي ان انت تاخدي على معلقة الفول السوداني معلقة كبيرة خالص خالص من الدقيق او الطحين، هنا مش عايزين نشا، احنا عايزين دقيق او طحين، وتكون معلقة كبيرة بالشكل ده. هتقلبيهم مع بعض كده وهتنزلي معاهم برضو بمعلقة كبيرة خالص من المكون السحري ده، وده ليه فعالية حلوة جدا برضو لإزالة التجاعيد ولتفتيح البشرة. وهو الرز، الرز العادي خالص اللي احنا بنستخدمه في المطبخ. ممكن ان انت تستخدمي الرز المطحون عادي، بس اهم حاجة ان انت تجيبيه من مكان موثوق فيه. هنبدأ ان احنا ناخد معلقة كبيرة من الدقيق او الطحين على معلقة كبيرة من الدقيق الرز، وكمان معلقة كبيرة من الفول السوداني. هتبدأي ان انت تاخدي ثلاث مكونات بتوعك دول وهتبدأي ان انت تطحنيهم عندك في المطحنة. ممكن تستخدميهم بودر، يعني تجيبي كل حاجة منهم بودر عادي، بس انا بفضل ان احنا بنطحنهم مع بعض عشان بيبقوا متجانسين تماما مع بعض. حبايب قلبي زي ما انتم شفتوا كده احنا طحناهم وبقوا بودر خالص. طبعا الكمية معايا هنا كبيرة، وطبعا انا ليه خليتها كبيرة علشان احنا هنقسم المكونات بتاعتي، يعني هناخد معلقة كبيرة من البودر بتاعي وهنحطه في فنجان زي ما انت شايفة كده، وهنركنه علشان هنعمل بيه طريقة تانية. وباقي المكونات بتاعتي وهم هيكونوا مقدار 3 معالق كبار من بودر المكونات بتاعتي كده، وهتبدأي ان انت نستخدمها مع بعض في الوصفة، تمام؟ هتبدأي ان انت تنزلي عليهم بالحليب البودر، وممكن تستبدلي الحليب البودر بالحليب السائل ده لو مش متوفر عندك حليب بودر. وهنبدأ ان احنا نحط معلقة كبيرة خالص من الحليب البودر، بس الحليب البودر هيتحط في الماسك ده مش هيتحط مع دول. وهنبدأ ان احنا نقلبه كويس قوي بالشكل ده. وصفة فظيعة هتغير بشرتك بجد. هنبدأ حبايب قلبي نجيب معايا هنا تكون طاسة او حلة او اي حاجة تقدري ان انت تستخدميها. هنبدأ ننقل البودر، وطبعا شايفين الكمية عاملة ازاي، انا عايزة الكمية بتاعتي تكون كتيرة بالشكل ده كده. بعد كده هنبدأ ان احنا ننزل عليهم، ادي معلقة 2 3 4 5 6
سبعة تمانية تسعة 10، 10 معالق كبار. انا بقولك المقدار بس عشان لو زاد منك الوصفة مش هتكون مظبوطة معاكي. 10 معالق كبار من المية العادية خالص، وهنبدأ ان احنا ندوب فيها المكونات بتاعتي بالشكل ده. مش هنحط لا ميه ورد ولا هنحط اي حاجه، الوصفه كده حلوه جدا. كل اللي انت هتعمليها هتبداي تاخدي المكونات بتاعتك وترفعيها على نار هاديه مع التقليب المستمر. الوصفه على النار اهي، هنبدا ان احنا نقلب بالراحه خالص لحد ما القوام معايا يكون كريمي خفيف، ما يكونش متجمد قوي علشان خاطر ما يكونش الكريم معاكي مش سايل. احنا عايزين الكريم معايا يكون سايل خالص. الكريم القمر بتاعنا بقى جاهز. بصوا شكله عامل ازاي، هيشجعك على استخدامه بجد، هيخلي بشرتك مراية ما فيهاش اي تجاعيد وما فيهاش اي تصبغات وما فيهاش سواد. كريم غاية في الجمال. هنبدأ ان احنا ننقل المكونات بتاعتي بالشكل ده كده. الوصفة دي او الكريم ده بينفع لجميع البشرات، البشرة الحساسة والبشرة الدهنية والبشرة الجافة، اي نوع بشرة هيبدأ ان هو يزيل فيه التجاعيد بشكل فعال جدا، لان احنا ما حطينالوش لا مواد حارقة ولا مواد فيها دهون خالص. هنبدأ ان احنا بس نسيب الكريم بتاعنا يبرد. تمام، هنسيبه يبرد شوية لحد ما نعمل الطريقة التانية علشان اقول لكم الطريقتين مع بعض. هنبدأ ناخد البودر بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وهنبدأ ان احنا ننزل عليه بالزيت الرهيب ده، وده ليه فعالية حلوة جدا لإزالة الخطوط اللي تحت العينين والهالات السوداء وكمان اثار الجروح واثار الحبوب، وهو زيت الشاي الاخضر. زيت الشاي الاخضر جميل جدا يا بنات، لو مش عندك اشتريه لانه من الحاجات الفعالة قوي لشد الوجه. هنبدأ ناخد معلقة من زيت الشاي الاخضر بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نحط معاه معلقة من زيت الزيتون، بس تكون معلقة كبيرة، يعني معلقة صغيرة من الشاي الاخضر على معلقة كبيرة من زيت الزيتون زي ما انت شايفة كده، وهنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض اهو. الشكل ده تمام. دي الوصفة التانية كده، احنا معانا الوصفتين. يلا بقى نقول طريقة الاستخدام. اول حاجة حبيبة قلبي، الكريم ده هتبدأي ان انت تنقليه عندك في علبة، وهتبدأي ان انت تستخدميه وبيقعد معاكي اسبوع بس، بتشيليه عندك في التلاجة، ولما بتيجي تحطيه ببشرتك بتسيبيه بس يهدى من درجة حرارة، يعني ياخد بس درجة حرارة المطبخ، وبعدين بتقدري انك تستخدميه. بتبدأي ان انت تاخدي من الكريم بتاعك وبتبدأي ان انت توزعيه بالشكل ده كده على بشرتك وتحت عينيكي وعلى الرقبة وعلى اي مكان فيه تجاعيد وفيه هالات وفيه خطوط، وهتسيبيه الكريم بتاعك بالشكل ده كده لمدة 20 دقيقة كاملة، وبعد كده هتغسلي بشرتك بالمية الدافية ونقفل المسام بالمية الساعة. بتقدري تستخدميه 3 مرات في الاسبوع، بيديكي نتائج هايلة جدا، هيغنيكي عن مستحضرات التجميل فظيع. تمام. طيب الوصفة التانية حبايب قلبي هنستخدمها ازاي؟ الوصفة التانية ما تصلحش للبشرة الدهنية للأسف. لو بشرتك دهنية وحابة انك تستخدمي الوصفة التانية، هتبدأي ان انت تستبدلي بس زيت الزيتون بزيت لبان الذكر، ده لو بشرتك دهنية. هتبدأي ان انت تاخدي من الكريم بتاعك ده وهتبدأي ان انت توزعيه تحت عينيكي وحوالين العينين، ولو عندك اثار حبوب هتبدأي تحطيها او بقع عنيدة، وهتبدأي تسيبيه طول الليل على الوجه، وهتصحي الصبح تغسليه بشرتك. هتستخدميه بس 3 ايام، لمدة 3 ايام السيرم الرهيب الكريم ده، استخدميه بس لمدة 3 ايام، هيشلك اثار الجروح واثار الحبوب، وكمان هيشلك الهالات السوداء العنيدة والسواد اللي تحت العينين. يا رب اكون قدرت افيدكم. جربوا الكريم ده بجد تحفة، هيدوكي نتائج فظيعة من اول استخدام. اشوفكم على خير حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.